نرحب بمعالي مازن القاضي، عضو مجلس النواب عن حزب الميثاق. صباح الخير معاليك. صباح الخير يا مرحبا. يسعد صباحك معاليك، يا هلا ومرحبا فيك في برنامج بصراحة. أولى لقاءات رئيس الوزراء المكلف كانت مع حزبي الميثاق وإرادة، كيف دار هذا اللقاء وماذا جرى به؟ سيدي، يعني أنا اعتبرتها لقاءات تقليدية. نعم. ولقاءات لجس النوايا وجس نبض الأحزاب حتى يستطيع دولة الرئيس المكلف أن يبدأ حوار شامل. نعم. مع هذه الأحزاب من خلال النواب وليس من خلال الأمناء العامين. نعم. وأعتقد جازما أنه على المدى القريب وعلى المدى المنظور، بعد أنه ما يحلف اليمين أمام جلالة الملك، راح يبدأ حوارات مع سادة النواب قبل طرح الثقة، على أساس يتم مناقشة المحاور والمضامين لكتاب التكليف السامي. نعم. واللي بحوي هموم ومشاكل الأردن على كافة الأصعدة، سواء محليا أو إقليميا أو دوليا. نعم. وهذا التكليف السامي اللي فيه عديد من المحاور اللي لامست هموم ومشاكل الأردنيين وعلى كافة المستويات كما ذكرت، لابد من أن تطرح على الطاولة ولابد من أن يتم مناقشتها سلفا مع دولة الرئيس المكلف من قبل النواب، وبالذات النواب الحزبيين، على أساس يكون هناك مستقبلا تحت القبة قواسم مشتركة، وحتى نلتقي والحكومة على تحقيق الأهداف المرجوة. نعم. واللي نامل أن يكون هناك تكاتف وتعاضد ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتى نتمكن جميعا وسويا من ترجمة مضامين خطاب التكليف السامي لجلالة سيدنا، لأنه هذا الخطاب حقيقة، اسمح لي أن أوصفه، شامل كامل مانع جامع. جمع وحوى كافة مشاكلنا وهمومنا، ويجب أن نضع أولوياتنا جميعا وأن نعمل بجد وأن نعمل باجتهاد حتى نحقق رؤية جلالة الملك، حتى نصل بالأردن الجديد إلى ما نصبوا إليه جميعاً. نعم. إن شاء الله. معليك، يعني في الصالونات السياسية الجميع بيتحدث بأنه الأحزاب من الممكن أنها تطلب حقائب وزارية لأعضائها. هل يعني قدمت خلال اللقاء أو رشحتم أسماء لتسلم حقائب وزارية؟ سيدتي، أعتقد أنه اليوم يعني راح شكل الوزارة يظهر على السطح، وإذا كان في أعضاء من الأحزاب بالتأكيد يكون الأحزاب طلبوا أن يكون منهم أعضاء في الوزارة. اليوم يعني أعتقد أنا حسب المعلومات الراشعة أنه حلف اليمين أمام سيدنا، وإذا كان في وزراء من الأحزاب بيكون بالتأكيد أنه الأمن العامين طلبوا أن يكون في وزراء بالأحزاب. لكن هل تلتقي البرامج الحزبية مع تطلعات الحكومة المقبلة؟ سيدي، أنا الأوان أن نعمل من أجل الأردن. وآن الأوان أن نتخلى عن الأنا وعن الذاتية. وآن الأوان أن نعمل بشكل واضح. آن أوان المكاشفة والمصارحة، وأن نضع جميع همومنا ومشاكلنا على الطاولة. وأن نلتقي جميعا على القواسم المشتركة التي تجمعنا. آن الأوان أن ننهض بالأردن، وآن الأوان أن نحقق رؤية جلالة الملك وإلى ما يصبو إليه. آن الأوان أن نحافظ على أمن الأردن وعلى استقرار الأردن وعلى هوية الأردن، أن نحافظ على حدوده وأن نحافظ على وجوده. نعم. الأردن الآن في دائرة الاستهداف، الأردن في دائرة الخطر، دعني أقول ذلك بصراحة. لذلك لابد من أنه إحنا نبتعد عن الشعبويات ونبتعد عن لغة الإنشاء. يجب أن نكون عمليين، يجب أن نترجم كل شيء على أرض الواقع حتى المواطن يشعر بثقة بالبرلمان وبالحكومة. نعم. وهذا ديدا الأردنيين دائما وأبدا. يعني معليك، تسمح لنا، معنا زميلنا عصام من بيضين حاب يعني شاركنا هذا الحديث مع حضرتك، تفضل أستاذ عصام. صباح الخير معليك. صباح الخيرات حبيبي. يعني أنا حاب أسأل، إنه يعني الأخبار بدأت تتوضح عن مشاركة 3 أحزاب في الحكومة، حزب تقدم وحزب الميثاق وحزب إرادي. هذه الثلاث برامج كيف تتلاقى؟ وأيضا هناك برنامج الحكومة، هذه الخلطة جميعا كيف تخرج التوليفة في النهاية؟ يا سيدي، يعني ما دام في صار حوار ما بين الأمناء العامين للثلاث أحزاب اللي أنت تحدثت عنها،
لابد من أنه متحدثوا على القواسم المشتركة على البرامج بحكي معاليك على البرامج بس لكيفية تنفيذ هذه البرامج. يعني بدي أقول لك شغلة، كل الأحزاب الوسطية هي برامجها يعني خليني أقول تلتقي وتقترب من مضامين خطاب سيدنا. يعني سيدنا هو الرائد الأول في هاي المضامين وفي هاي المحاور وفي هاي الخطابات. احنا نيجي بعد خطاب سيدنا إذا في عنا أهداف وعنا رؤى وعنا تطلعات كيف بدنا نعمل، كيف بدنا نعالج التحديات اللي بتواجهنا سواء كانت على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. طبعا كل حزب له آليات تختلف عن آليات الحزب الثاني، وفي كل حزب بيجتهد بخلاف اجتهاد الحزب الثاني، لكن تعرف كل المعالجات تصب في منبع واحد اللي هي التحديات اللي بتواجه الأردن سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو أمنيا أو عسكريا، وبالذات موضوع البطالة، موضوع المديونية، موضوع الفقر، يعني كل هالشغلات هاي اللي بيعاني منها المجتمع الأردني كل الأحزاب ناقشتها، ولكن كل على طريق كل شيخ له طريقة. نعم. من خلال لقاء رئيس الوزراء الجديد بعدد من الأحزاب ومن ضمنها حزب ميثاق، وصف الأمين العام المرحلة القادمة بأنها مفصلية، ما هي العوامل التي تجعل هذه المرحلة حاسمة في مسار العلاقة بين البرلمان والحكومة؟ سيدة المرحلة مفصلية ليش؟ لأنه الوضع اللي احنا بنعيشه في الأردن وفي جوار الأردن وجوار جوار الأردن في الإقليم المحيط فينا، احنا بنعيش الان وسط محيط ملتهب، هذا المحيط غير مستقر، هذا المحيط لا يزال يعاني من الاختلالات، يعاني من الاهتزازات، يعاني من الفوضى، ولا زال احنا بحاجه الى بلدان امنه بجوارنا. ما يجري غربا وشرقا وشمالا خير دليل وخير شاهد على ذلك. نعم. يعني معاليك، في ظل هذه التجربة البرلمانية الجديدة والمرتبطة بشكل مباشر بالأحزاب، هل سنشهد تعديلات دستورية أو حتى قانونية قد تكون ضرورية لتعزيز دور البرلمان والحكومة في عملية التحديث الشامل؟ سيد، التعديلات الدستورية لا تأتي إلا إذا كان هناك مصلحة عليا للدولة الأردنية تقتضي ذلك، وبخلاف ذلك لا داعي لها. نعم. طيب، يعني في هذا الحديث معليك، يعني كان الحديث أيضا عن تحقيق بعض ما جاء أو ما جاء في كتاب التكليف السامي، والذي سلط الضوء على العديد من القضايا والملفات المتعلقة بالتنمية الشاملة والتحديث الإداري والاقتصادي. هل الحكومة المقبلة قادرة على تحقيق كل ما جاء في كتاب التكليف السامي من وجهة نظركم؟ والله سيدي، يعني خلينا نحكي بصراحة. نعم. إذا توفرت الإمكانيات المادية، وإذا توفرت الموارد البشرية اللازمة، وإذا توفرت الاستثمارات، وإذا كان هناك قدرات وكفاءات، لو نفذنا ولو شيء نسبي أو شيء وجيز بنكون أنجزنا. نعم. نتمنى ذلك. بدي أشكرك معالي مازن القاضي عضو مجلس النواب، كل الشكر لك سيدي على مشاركتك هذا الحديث ضمن برنامج بصراحة. ماذا تقرأ في حديث معالي مازن القاضي أستاذ عصام ونحن نتحدث اليوم عن اجتماعات مكثفة، عن حزبية، عن دور مهم للأحزاب داخل البرلمان، عن ملفات في غاية الأهمية أمام الحكومة، عن تكليف سامي ومضمون هذا التكليف، العديد من الملفات التي يعني يسعى جلالة الملك من خلال هذه الحكومات إلى تطبيقها والنهوض بالأردن الذي نصب إليه؟ يعني الحقيقة واضح من اللقاءات، لأن الوصول إلى تفاهمات وتفاهمات أولية بمشاركة الأحزاب، والواضح من الأمر أنه الأمناء العامين في حزبين سيشاركوا على مسؤوليتي طبعا مشان الحزب الثالث عضو وكان هو بأحد الأحزاب، انتقل اللي هو الأستاذ خير الدين أبو صعليك كان بحزب وانتقل جديدا إلى حزب إرادي. إذن مشاركة بالأمناء العامين بتجارب الدول العالمية، احنا ننقل طبعا أنه نقدر ذوات محترمة، ولكن تجربة الدول العالم دائما الأمناء الأحزاب عندما يلتقي فيهم رؤساء الدول ينسبون من أعضاء الحزب بعض الأسماء الذين يمثلون، وقد يكون مثلا هو نائب أو خارج النيابي. نعم. يعني هذه الطموحات في الحكومة البرلمانية
والتصورات الموجودة إحنا إنه سائرين نحو الحكومة البرلمانية، ربما هذه التجربة كانت البداية والبعض يجد العذر لها إنه النواة أو الخطوات الأولى. وأنا بس بدي أحكي، أنا مثلا جبت أعمار الحكومات بالدوار الرابع، كم حكومة كم يوم بقت كل حكومة، هاي أمامك كل قد باليوم كم بقت الأعلى، طبعا حكومة الدكتور بشير الخصاني، والكل صحيح. تحدث عن تخفيض نسبة الفقر، البيانات الوزارية كلها حضرتها والسرديات الموجودة فيها عن تخفيض نسبة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد، جلب الاستثمارات، تنمية المحافظات، تطوير الوزارات، التقشف، تخفيض المديونية، حماية المستهلك، وظلت هذه المشكلات عابرة للحكومات. إذن أين الخلل؟ يجب جميعا أن نقف أنه أين الخلل؟ أنه مثلا نتحدث عن حكومات بعضها قضت، مثلا حكومة الدكتور علي أبو الراغب 1219 يوم، الدكتور مثلا عدنان بدران 231 يوم، يعني أرقام هي موجودة، أين الخلل؟ هنا السؤال بطرح نفسه، أين الخلل؟ البيانات خطاب التكليف السامي للحكومات كانت واضحة أنه للسير في برامج واضحة، ولكن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ هذه الرؤية المطروحة. إذن لدينا خلل، هذه التجربة كانت نواة والتجربة كانت أنه الدكتور جعفر حسان يعني يشرف على الملف الاقتصادي تقريبا من سنوات طويلة، وأنه ربما تطبق رؤية التحديث الاقتصادي المبرمجة بمواقيت وتواقيت محددة لتنفيذها. هذه ما يتأمل الناس، ولكن هل الأحزاب بالصورة أيضا كانت بمستوى الطموح إذا بهذه التجربة؟ يعني أنت ذكرت الحكومات المتعاقبة كلها ما بدنا يعني نزعج، ولكن عند سؤال هذه الحكومات ماذا حققتي من عن الإنجازات؟ هذا السؤال كانت تربط ذلك بالظروف الاقتصادية والسياسية والأزمات وما يحدث في الإقليم. أنت بتتذكر أحد الحلقات يوم تطرقنا للسياحة أنه دائما أنه كانت السياحة السبب أنه تراجع هكذا، أجبنا من الصحف المصرية وثيقة أنه السياحة هذا تحدي قدرنا في الأردن إذا بتسمح لي، وهذا حديث يقودنا أنه الحكومة الحالية قادرة بأنها تتعاطى مع الأزمات المتكررة، مع الأوضاع السياسية بالمنطقة، نحن أمام حرب في الجوار، إقليم ملتهب، توترات بكل يعني مكان. إذا بدنا نعود من 1948 إذا بتسمح لي و 1967 والثمانين، حربين خليج وحربين والانتفاضة الأولى والثانية، هذا قدر الأردن أنه في منطقة ملتهبة وإقليم ملتهب، يعني دائما تشتعل الحرائق حول الأردن، والحمد لله الأردن واحد أمن وأمان. إذن هذا قدرنا، يجب أن نتعامل أو وفق هذا الواقع أن نخرج برؤية تتعامل معه، ولكن هذا قدرنا، هذا قدرنا، نحن في إقليم ملتهب، يعني بعد سنوات أو الأجيال القادمة ستواجه نفس المشكلة، لأن المشكلة الرئيسية في المنطقة، المشكلة حل القضية الفلسطينية لم يتم، فإذا ستبقى المنطقة ملتهبة لسنوات طويلة. فهذا قدرنا، إنه يجب أن نتعامل مع هذا ووفق الرؤية الموجودة في في دول أيضا حققت نجاحات، ولكن دول أخرى لم تحقق. إذا يجب أن نعرف أين مكامن الخلل، وتطرق لها الرئيس المكلف في بعض المواقع أنه كان بإمكان اتخاذ قرارات تجنبنا الإخفاقات هنا وهناك. يعني هذا ما أتطرق إليه، أنه لا، هذا تحدي أمام الجميع. وأيضا الاختيار نحكيها بصراحة، يعني مثلا في التسريبات اللي بتصدر اليوم أنه هناك في بعض الأشخاص بقي حوالي 10 سنوات في أحد الحكومات بدون ذكر أسماء، وبعضهم 8 سنوات تم إعادة اختياره، طب ما جرب وكانت النتائج واضحة على أرض الواقع. نعم. يعني حتى الآن كلنا ثقة بالدكتور جعفر حسان على التعاطي مع هذه المرحلة وهذه الأزمات وهذه الملفات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية وما إلى ذلك، وما جاء بكتاب التكليف السامي. نتمنى التوفيق للدكتور جعفر حسان وأيضا حكومته التي ستتضح ملامحها يعني بحسب الحديث اليوم إن شاء الله. نتمنى التوفيق لهم جميعا، ويعني